طيب احنا لازم نكون كلنا متابعين مع بعض، فاهمين الفيزيكس كلها عباره عن وان لوب. يعني ايه؟ اللي احنا هاخده السنه دي هاخده النهارده، هكمل عليه السنه الجايه والسنه اللي بعديها والسنه اللي بعديها، بس ايه، بس بتوسع اكبر. اوكي، يعني النهارده انا هاخد حاجه فيري 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 ماينور بارت عن الماجنتيزم، السنه الجايه جريد 9 هيبقى عندي كور، هاخد اكبر من كده واقوى من كده. فلازم نبقى فاهمين اول حاجه يعني ايه فيزيكس. ما ينفعش اشتغل في فيزيكس معايا يوسف وانا بحفظ، لازم افهم، بعد ما افهم ابدا احل، وبعد كده ايه استوعب الماده بتاعتي. اوكي يا جماعه، طيب انا يهمني معايا النهارده ان انتوا تكونوا فاهمين يعني ايه فيزيكس، مش عايزكم تحفظوا اي حاجه، لازم نفهم بس. الفيزيكس ديت هي ببساطه شديده knowledge of nature، how our nature is organized and how our nature is planned and how it is working. تمام، كل حاجه في حياتنا عباره عن فيزيكس. انت وانت قاعد على الكرسي يعني فيزيكس، اللايت انت فاتحه في النور عشان تبص على السكرين دي فيزيكس. اوكي، everything is physics. اوكي، يبقى الفيزيكس بالنسبه لنا دي اهم ماده ممكن ناخدها في حياتنا. ليه؟ لان هي بتفهمنا كل ما يدور حوالينا. اوكي، طيب النهارده هتكلم ان شاء الله عن حاجه اسمها ماجنتيزم. ماجنتيزم يعني ايه؟ يعني التمغنط او المغناطيسيه، ماجنتيك فيلدز، الحقل المغناطيسي. احنا عارفين ان في حاجه اسمها ماجنت، خلاص. الماجنت ده عباره عن ايه؟ عباره عن ميتال بارت في تو ايه، تو بوينتس، في النورث بول والايه والساوث بول. حد اشتغل قبل كده مسك ماجنت؟ طيب الماجنت بيأتراكت ايه اكتر حاجه؟ بتأتراكت ايه؟ مين يقول لي؟ ميتال. اوكي، يعني مثلا لو جيت قلت مثلا الايرون، كان ايرون بي اتراكتد تو ذا ماجنت؟ يس. طب ليه الايرون كان بي اتراكت تو ميتال؟ مين تو ماجنت؟ مين يجي يقول لي ليه؟ ممكن نقول بشكل تاني، بيكوز ايه؟ بيكوز ذا مولكيولز اوف ذا ايرون اتراكتس اند موفز توورد ذا ماجنت، رايت؟ طيب لو جينا قلنا انا عندي الستيل، كان بي اتراكت تو ماجنت؟ يس. ليه؟ اتس ا تايب اوف ميتال. اوكي، طب لو قلنا الستانل ستيل، كان ستانل ستيل بي اتراكت تو ميتال؟ ها مين يقول لي كان ستانل ستيل بي اتراكت تو ميتال؟ ليه ستانل ستيل ذا ميتال؟ اني ميتال كان نو اني ميتال. Stainless steel cannot be attracted to metal, to magnet, to magnet. Stainless steel only is a metal, yes, but it cannot be attracted to magnet. يبقى ايه اللي بي attract to magnet؟ Iron. Paper clips. زي ما شايفين paper clips معايا عاملة ازاي؟ Paper clips ايه؟ yes. Paper clips. اي paper clips. شايفينها؟ اي؟ yes. تمام؟ ايه تاني؟ Metal iron. Nickel and cobalt. All of these parts, all of these material can be attracted to metal. But take care, يوسف. خلي بالك. Stainless steel cannot be attracted to metal. يبقى stainless steel. Okay. Stainless steel. Example لstainless steel ايه في بيتنا؟ ايه example stainless steel؟ هلا. Our spoons. Okay. Our spoons. Our forks. اوكي، يبقى ستانل ستيل كانوت بي اتراكتد تو ميتال. خلي بالك، نركز مع بعض. يبقى ستانل ستيل كانوت بي ايه؟ كانوت بي اتراكتد تو ميتال. اوكي معايا؟ طيب اي ماجنت في الدنيا جات تو بولز. يعني ايه تو بولز؟ يعني قطبين او تو بارت. يبقى اي ماجنت في الدنيا عندنا تو بولز اوف ذا ماجنت، اسمهم ايه؟ ها مين يقول معايا؟ يوسف وياسمين. North pool. Yes. North pool and south pool. صح؟ yes. اسمه ده ايه؟ اسمه North pool والsouth pool. يبقى any magnet has only how many pools؟ Only two pools.
نورث بول اند وات اند ساوث بول. اوكي اوكي طيب ماجنتيك ماتيريال وبي اتراكت تو ذا ماجنت وين ات از وات وين اتس ماجنتيك فيلد. يعني ايه ماجنتيك فيلد؟ هقول انا دلوقتي عندي ماجنت. يوسف ما تكتبش حاجه حبيبي، انا الحصه متسجله وانا مسجلها وان شاء الله هبعت لكم اللينك بتاع الحصه. اوكي دونت رايت اني ثينج بليز، بس جاست كونسنتريت وذ مي. اوكي جاست كونسنتريت. اوكي طيب الماجنتيك فيلد ايه هو الماجنتيك فيلد؟ الماجنتيك فيلد كده يعني very in an easy in easy way in Arabic language هو المجال المغناطيسي، ان هو المكان اللي هو بيبقى قريب من المغناطيس، بحيث لو حطيت فيه اي ميتال ايرن او اي نيكل اي كوبلت هيحصل له ايه؟ will be affected by the magnet. بتاني magnetic field is the area around ايه؟ area around ايه؟ around the magnet. تمام؟ where the effects of the magnet can be detected. يبقى magnetic field is very very important يا جماعه، نركز معايا في الاكسبريشن ده. magnetic field is the area around the magnet. اوكي؟ where the effect of the magnet can be what can be detected. يعني ايه برضو بالبلدي كده بالعربي very very in easy language، الماجنتيك فيلد بالنسبه لنا هو المكان اللي انا لو حطيت فيه الميتال بارت، الميتال بارت دي هيحصل لها ايه؟ will be affected by the magnet. حد فاهم حاجه؟ بس طيب اللي عنده سؤال لسه مش اللي عنده سؤال يسالني اتفضل. ايه هو مش فاهم يعني هو ايه الماجنتيك فيلد؟ هو الماجنتيك فيلد هي المساحه اللي ما بين التو ماجنتس ولا مش فاهم؟ بص لا الماجنتيك فيلد دي هي اريا مساحه اراوند ذا ماجنت. حلو الكلام. لو انا حطيت ميتال بارت في الاريا دي الميتال بارت هتبقى متاثره بالماجنت، يعني هتحس ان في ماجنت. يعني انا فور اكزامبل انا لو عندي ماجنت اهو اوكي شايفه كده، ادي ماجنت اهو معايا. الماجنت ده انا حطيت هنا ميتال بارت، لو الميتال بارت ده جوه الماجنتيك فيلد الميتال بارت هتتاثر بالايه؟ بالماجنت. اوكي طب لو الميتال بارت دي بعيده will not be affected by the magnet. فهمت؟ مش فهمت ولا فهمتش؟ اقول تاني؟ مين عنده سؤال؟ يوسف فهمتني ولا فهمتنيش؟ يوسف الو انتوا معايا يا جماعه؟ معايا يا جماعة؟ يس طيب يبقى فهمتني يا يوسف كده؟ يس طيب يوسف بقول اقول تاني it's closer if magnets are close to the magnetic field it will affect no if the magnet if the metal part is in the magnetic field is in the magnetic field it will be detected and will attract. be affected by the magnet. okay اوكي مين تاني عنده سؤال؟ يوسف فهمتني؟ يوسف محمد احمد حسن فهمتني؟ تعالي صوتك بليز يا حبيبي، تعالي صوتك عشان اسمعك. اوكي اوكي طيب تمام. ياسمين عندك سؤال؟ نو ثانك يو. محمود عندك سؤال؟ فيصل عندك سؤال؟ اللي عنده سؤال يرفع ايده بليز يا جماعه قبل ما نخش على النقطه اللي بعديها. لا يا جدع. اللي عنده سؤال يرفع ايده قبل ما نخش على النقطه اللي بعديها. اوكي طيب انا بقى جبت لكم رسمه بسيطه للماجنتيك فيلد.
معايا يا جماعه اهو، ادي ادي الماجنتيك فيلد، انا عندي ادي عندي ماجنت اهو اوكي، وعندي ايه، وعندي ماجنتيك فيلد زي ما احنا شايفين اهو، شايفين الارز جايه منين؟ الارز طالعه من نورث بول تو ذا ساوث بول، فروم ذا نورث بول تو ذا ساوث بول، فروم ذا نورث بول تو ذا ساوث بول. فاهمين يا جماعه؟ ده اسمه ايه؟ ماجنتيك فيلد. يبقى انا لو عندي الميتال بارت هنا اهو، فور اكزامبل، از ات جوينج تو بي افكتد اور ديتكت ذا ماجنت؟ نو. طب انا لو عندي الميتال بارت هنا هنا، is it going to be affected or detected by the magnet? Yes. Very yes. good. Very good. طيب في نقطة very very important لازم يا جماعة نفهمها مع بعض ونكون فاهمينها. إيه هي؟ The strongest area of the magnetic field is A is at the poles. طب ليه at the poles يا جماعة؟ ليه the strongest area of the magnetic field is at the poles؟ في الحتة دي، الحتة دي الشيب ده هنا at the poles، هنا south pole and the north pole. ليه؟ Because it is the area where the magnetic field is lines is highly concentrated. دي اسمها ايه؟ اللاينز دي اسمها ايه؟ اسمها magnetic field lines. طب magnetic field lines عند north pole و south pole زي ما احنا شايفين تبقى ايه؟ كتيرة قوي، صح كده؟ Yes. يبقى عشان ال magnetic field lines yes. is very very is a lot of if, because we have a lot of magnetic field lines at the north and the south poles. It is the area where it is the strongest area of the magnetic field. Okay? حد عنده سؤال؟ No. Thank you. Okay. النقطة اللي بعدي. يبقى احنا كده عرفنا مع بعض، عرفنا ان ايه ماجنت؟ عرفنا ان ماجنت affects magnetic substance such as metal iron, such as steel, such as nickel, such as cobalt. عرفنا ان الماجنتيك او الماجنتس cannot affect stainless steel. وخدنا اكزامبل على السان ستيل زي الكيتشن تولز، تمام؟ اوكي يا جماعه. عرفنا ان في حاجه اسمها ماجنتيك فيلد، والماجنتيك فيلد دي از اريا اراوند ذا ماجنت وير ذا افكت اوف ذا ماجنت كان بي ديتكتد، تمام؟ عرفنا ان احنا عندنا نورث بول وساوث بول ان ايتش ماجنت، كل الماجنتس اللي في العالم اللي ربنا خلقها هاز جت تو بولز، North pole and south pole. Okay? وعرفنا ان the strongest area of the magnetic field is A, is at the poles. صح كده؟ Yes. اي سؤال؟ شكرا. Okay. النقطة اللي بعديها. هنا ده example اهو. انا عندي magnet اهو. وعندي هنا paper clip. حد يقول لي is this paper clip is going to be affected by this magnet? No. Okay. No. Why? Because it is not because in it's magnetic field. It's not in the magnetic field. Excellent. Thank you. طيب نتكلم بقى النقطة اللي بعديها. How to detect the magnetic field؟ ازاي بقى ايه؟ ازاي بعمل detection magnetic field؟ ازاي اقدر اعرف ان انا في عندي magnetic field او لا؟ يعني انا لو عندي مثلا magnet او عندي metal part. المتال part ده انا مش عارف is it a magnet or not magnet. اوكي؟ هعمل ايه؟ هعمل ايه عشان اعرف؟ هجيب كومبس زي ما انا شايف كده، كومبس كده. كومبس. اوكي الكومبس دي ايه بقى؟ It contain a magnetized needle اهو. نيدل اهو. شايفين الماجنتايزد نيدل اهو. اهو. اهو شايفينها؟ يس. فاهمين؟ فاهم حد فاهمني يا جماعه؟ يا. اوكي. يس. طيب. ثانية واحدة يا جماعة خليكم معايا، دقيقة واحدة. اوكي. يبقى أنا عندي كده إيه؟ يبقى أنا عندي كومبس، الكومبس دي فيها إيه؟ فيها نيدل، النيدل ديت إيه؟ is free to turn. The needle will turn and point in the direction of magnetic field. يبقى أنا لما أجيب كومبس وأحطها inside the magnet، الكومبس دي هتعمل إيه؟ It will point to the direction of the magnetic field. طيب سؤال بقى هنا للي فاكر الصورة اللي فاتت، الماجنتيك فيلد بتتحرك من from what to what؟ from where to where؟ from which pole to which pole؟ north؟ south to north؟ north pole from what to what؟ انا عايز from to where؟ from to اهو. تاني اجيب لكم الصورة، the magnetic field moves and transfer from the north pole to the south pole. يبقى انا حطيت the compass، if I put the compass here it will shows that the magnetic field goes to what؟
to the north pole. ها؟ to the north pole. لا، هنا هنا رايح فين الماجنتيك فيلد؟ طلع منين؟ طلع من النورث راح to الساوث. both south. يبقى هتعمل ايه؟ يبقى الماجنتيك فيلد هتعمل ايه؟ الكومبس هتبوينت على ايه؟ south. فيري جود. يبقى انا عشان اعرف، انا عندي ميتال اهو، ميتال بورت، عشان اعرف اذا كان الميتال بورت دي اذا ماجنت اور لا، بعمل ايه؟ بجيب كومبس، صح؟ وبجيب الكومبس دي بحطها نير تو ذا ماجنت او نير تو ذا ميتال بورت. اف ذا نيدل تيرنز and in a certain direction I will know that this is a magnet. Okay, and this magnet and this compass is inside the magnetic field. Okay. حد عنده سؤال؟ لا شكرا. طب انا عايز بقى حد يلخص لي how to detect the magnetic field. حد يلخص لي، ارفع ايدك. حد يفهمني ازاي تدك ماجنت فيلد؟ حد غير يوسف يا جماعه، ريز يور هاند بليز اند اي ويل تشوز. حد يرفع ايده. حد يرفع ايده غير يوسف؟ محمد، احمد، حسن. يوسف مركز معايا النهارده ما شاء الله عليك يا يوسف. محمود انت فين يا حبيبي؟ قول يا محمود يلا. اوكي لايك you mean how to detect it or I have a metal, I have a metal port and I want to ask you how to know that this metal port is a magnet or not. اهو هبعمل ايه؟ قول لي. This is a metal. Okay. We get a magnet and let that material close to it. So the magnetic field get attracted to it, and if it get got attracted, it's metallic. And if not attracted, it's like a non-metallic substance such as wood or plastic. طب انا ممكن اقول لك، هديك الانسر بشكل تاني. انت جاوبت صح بس مش بالظبط. انا بقول ايه؟ انا بقول انا عندي ميتال بورت and I want to know if this metal part is a magnet or not. انت قلت ايه؟ هجيب metal iron or steel، صح؟ وهجيبه close to the magnet. If it is attracted then it is what? Then this is a magnet. If it is not attracted, it's not attracted. طب انا لو عندي compass، لو انا عندي compass I will get it close to the magnet and the compass has a needle. If the needle turns and shows south pole or if the needle in the compass is affected by the magnet, then I am inside the magnetic field of the magnet. Okay? Or the compass is inside the magnetic field of the magnet. فهمت حاجة؟ Yeah. Okay. حد عنده سؤال؟ محمد وليد رفع ايدك ليه؟ اتفضل. لو عندك سؤال اتفضل. لا انا كنت عايز اعمل انسر. قول انسر حبيبي، عايز اسمعك. Okay, so how to know if this metallic bar, if this bar is magnetic, right? Yes, yes. Okay, so if we get a magnet bar and try and make them close to each other, okay. If this metallic bar attaches, we maybe don't know, maybe it's a metallic substance or not. But if it repels, that means it's a metallic, this is a magnet. Maybe it's not repel, maybe it's not even going to be attracted. Yeah, but so, we want to know if this metallic bar a magnet. Yeah, exactly. So if this metallic bar repels, that means if it's a south or a south. لا لا لا، يبقى كده انا بتكلم على ساوث النورث دلوقتي. انت صح، انت you got a point and you are correct. But I'm not talking to this point in the current meantime. I am talking about another thing. I'm talking about I have a compass and I have a metal bar. And I'm asking you, can you check by an experiment to know if this metal part is a magnet or not using a compass? Okay. Maybe if the compass follows the direction. Okay. If the needle in the compass moved, right? Then it's قصدك كده. Yeah. If it follows the direction of the fan. Yeah. If the needle inside the compass moves, then this needle or this compass is inside the magnetic field of the magnet. Right? Yeah. Okay. Right. Okay يا حبيبي. الله ينور عليك. برافو عليك يا حبيبي. حد عنده سؤال؟ Thank you.
طيب يعني ايه بقى magnetic field lines اللي انا قلت لكم عليها قبل كده وكنت انتوا مش فاهمينها؟ magnetic field lines، انا عندي lines زي ما احنا شايفين اهو، عندي two type of magnet، عندي these are the lines that attract the magnetic field. Yeah, I have a bar magnet and I have a shoe horse magnet. يعني عندي نوعين من المغناطيس، عندي مغناطيس على شكل بار عادي جدا نورث اند ساوث، وعندي شو هورس ماجنت. يا جدع على شكل ايه؟ على شكل شو هورس او يعني حدوة حصان. اوكي؟ زي ما احنا شايفين ايه اللي بيحصل؟ الارز طالعه منين؟ طالعه منين؟ طالعه من نورث بول رايحه ايه؟ نورث لساوث بول. من نورث بول لساوث بول هكذا. صح؟ طيب وهنا برضه طالعه من نورث بول للساوث بول، من نورث بول للساوث بول، وانا ما قعدت شويه الارز اتحركت اخذ كيرفت شيب اهو. شايفين معايا الدنيا عامله ازاي؟ طب لما بعت ناحيه تانية خالص اهو الارز طالعه فين؟ طالعه من نورث وداخله ايه؟ في الساوث. تمام؟ يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها ماجنتيك فيلد ايه؟ ماجنتيك فيلد لاينز. اوكي؟ هبعت لك يا يوسف، يوسف هبعت لك الحاجه دي كلها، هبعت لكم الحاجه دي، محدش صور حاجه يا حبايبي، الحاجه دي بتاعتكم هبعتها لكم، دونت وري. انا عايزك تفهم بس يا حبيبي، ما تشغلش بالك باي حاجه، هبعت لك الصور، هبعت لك الماتيريال، كل حاجه هتجي لك. اوكي؟ طيب lines around the magnet represent what؟ represent magnetic field. يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها magnetic field. magnetic field line ار 1 ار ايه؟ ايه البروبرتيز بتاعتها؟ خلي بالك معايا، البروبرتيز كالاتي، اول حاجه ايه؟ join opposite poles. يعني ايه join opposite poles؟ يعني from north to south. الارز منين؟ arrows that point from north to south. south to north. خلي بالك ما ينفعش ساوث نورث، دي فيري فيري امبورتنت. خلي بالك الماجنتيك فيلد لاينز اولويز شوز اند موفز فروم نورث تو ساوث. اوكي؟ فروم ايه؟ فروم نورث تو ايه؟ تو ساوث. تاني تاني تالت كاركترستيك ايه؟ ات نيفر تاتش ايتش اذر، نيفر تاتش ايتش اذر. يعني يو كان ماجنتيك فيلد لاين ويل نيفر نيفر ايفر تاتش ايتش لاين. يعني ايه؟ يعني مهما كانت كتيرة مش هتلمس بعض. حد عنده سؤال؟ محمود نزل ايدك بليز، محمود وليد نزل ايدك، محمد وليد نزل ايدك، حد عنده سؤال؟ اللي عنده سؤال يرفع ايده بليز. How does اتفضل يا يوسف. Okay, so I have a question. اتفضل يا حبيبي. magnetic field interacts with both north and south pole, right? Yeah, exactly. Okay, so how does it interact with both both poles but still manages to not touch each other? That's a characteristic of the magnet. They never touch each other. The magnetic field lines are very, 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 very thin, so they never touch each other. Okay, that's a characteristic of the magnet. Okay. رابع حاجة they never cross each other. يعني never cross each other. يعني they never come over each other. ما فيش بينهم overlap. يعني ما فيش magnetic field هيخش يعمل crossing for each other like this. No. They will always be moving along with each other. Moving along with each other. Okay. From the north pole to the what? To the south pole. Okay. Okay. النقطة اللي بعديها magnetic field interacting، ده اللي كان بيتكلم فيها محمد من شويه، بيقول لي لو انا عندي تو نورث بول زي جانا ريبل، اديني شايفين اهو، شايفين؟ يبقى انا لو حطيت تو ماجنت وذ ايتش اذر نورث تو نورث زي وات؟ زي جانا ريبل. يعني ايه جانا ريبل؟ يعني ايه؟ يعني ذيس ماجنت اكزاكتلي ذيس وان ويل موف ذيس دايركشن اند ذيس وان ويل موف ان ذيس وات؟ ان ذيس دايركشن. ليه؟ عشان عندي نورث بول ونورث بول. طيب لو انا عندي ساوث بول تو ساوث بول زي ما انا شايف كده اهو في الايه؟ في الرسمه اللي عندي اهو، ادي ساوث بول وادي ساوث بول، ساوث بول وساوث بول والريبل. This will move in this direction and this will move only in this direction. The only arrangement of the magnet to attract each other we have two different types. You need to see the opposite. South pole, the opposite, and what? Yes, opposite and north pole. This one is going to move in this direction, and this one will move what? Will move in this direction. So if it's N and S, they will attract, and if it's N and S, they will repel.
احنا بالظبط، برافو عليك. بس انا انا مش عايز، مش عايزك تحفظ، انا عايزك ايه، عايزك تفهم ايه هو اللي نفهمه، ان النورث ان الماجنت اتراكتس تو ايتش اذر ان ديفرنت بولز وايل سيم بول ريبل، بس كده فيري ايزي. ليه؟ ديو تو ذا ايه؟ ذا ماجنتيك فيلد لاينز. ايه اللي بيحصل في الماجنتيك فيلد لاينز؟ ليه بيحصل ريبلشن؟ ريبلشن لان زي ما انت شايف هنا اهو، ادي الماجنتيك فيلد لاينز ده، ده بيمشي في الدايركشن ده وده ماشي في الدايركشن ده، فبيزقوا بعض. اوكي. لكن لو انا عندي ديفرنت بولز هيحصل ايه؟ انتر اكشن. ليه؟ لان هتلاقي الماجنتيك فيلد بيروح اوتوماتيك لديفرنت بول اهو، ديفرنت بول. فهمت بقى؟ اوكي. فهمنا كده؟ اوكي يا. حد عنده سؤال؟ نو. اوكي. طيب. ثانك يو. اول سؤال. نعمل ريفيجن كده مع بعض، بسيط جدا. ديسكرايب وات از مينت باي تيرم ماجنتيك فيلد. ها؟ مين فاكر؟ مين عايز يجاوب؟ مي. يلا يا محمود. محمد شاهين اتفضل. محمود. محمود شاهين، ماشي يا حبيبي اتفضل. اوكي. The force field I mean magnetic field is the force field between that's usually magnetic field. What's meant by magnetic field؟ احنا خدناها فوق حتى expression اهو. magnetic field اهو، اهو اهو اهو، انت نسيت بقى عليك اهو. magnetic field is a line يا area. هي مش line. magnetic field is okay. the area around the magnet when the effects of the magnet can be detected. okay you can you must summarize it. تفهمها. magnetic field دي مساحة مش lines. magnetic field هي مساحة. it's an area around the magnet, around the magnet. where the effect of the magnet can be detected. ان انا بقدر احس بالايه؟ بالماجنت. okay yeah if it like as we said repellent attract this is the effect or maybe they could attract on metallic object such as iron and copper maybe in metal so this is like the field of the magnet. طيب يا حبيبي. the area. اوكي السؤال اللي بعديه حد غير محمود. the magnetic field of magnet A extends further than the magnetic field of magnet B. يعني انا عندي two magnets، عندي magnet A and magnet B، ولكن magnetic A has a magnetic field that extends further than يعني more than of بعيد يعني عن magnetic field B. state what can be concluded about the strength of these two magnets. ها مين عايز يجاوب؟ magnetic A has a stronger magnetic field. magnetic magnet A has a stronger magnetic field. can you repeat the question? can you repeat the question? مين يجاوب؟ يوسف جاوبت يا يوسف؟ No. صح صح يا يوسف صح. طيب repeat the question again. ده ما احنا شايفين اهو number 2. magnetic field A extends further than magnetic field B. state what can be concluded about the strength of the two magnets. that A has a higher strength than B. yes the magnetic field. magnetic field of, of maybe, magnet, of magnet A. maybe I know one. can I say something? اتفضل يا حبيبي. There can be conclusions about what just happened. maybe magnetic B dropped and fell. that also decreases the strength. and maybe it was boiled. that also decreases the strength of the magnet. لا 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 هو الموضوع الموضوع أبسط من كده بكتير حبيبي. الموضوع أبسط من كده بكتير خالص. احنا ممكن نقول ايه؟ maybe magnet A is larger than magnetic field A is more than is stronger than magnetic field B. It's stronger than B. very easy. Because maybe it's larger. ماشي اوكي. لا no, not larger. اسمها stronger not larger. هنا we are not measuring size. we are measuring strength and what and capacity. اوكي okay? طيب ثانيه واحده.
انا عندي هنا بار، هسميه ماجنتيك بار. اوكي اهو، اهو اوكي. طيب انا عندي هنا ده النورث بول وده ساوث بول وده ساوث بول. اوكي كوبي ذيس دايجرام، درو ذا ماجنتيك فيلد لاين اراوند ذيس دايجرام. هتبقى عامله ازاي؟ مين يقدر يقول لي ماجنتيك فيلد لاين هتبقى عامله ازاي؟ انا هرسمها لكم. ممكن زي ما احنا خدنا هي بترسم ايه؟ فروم ذا نورث تو ساوث، اهو يبقى فروم نورث تو ساوث ادي 1. واعمل ارو، لازم اعمل ارو. درو اوكي اند 2 وارسم ارو وهكذا. draw a line from north to south. Draw a total of 8 lines and put arrow on each other, each line. دي انا رسمناه. اوكي حد عنده اي سؤال؟ حد عنده سؤال في حاجه قديمه وعايز يشرح فيها؟ No, all of them are easy. اوكي يا جماعه اوكي، ان شاء الله معانا الحصه الجايه ان شاء الله، وباذن الله مره جايه هنحل اكزامبلز على الماجنتيزم. اوكي شكرا. اوكي باي. السلام عليكم. باي باي. السلام عليكم.